السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة، مرحبا مليون. اليوم شوي بنسوي شيء جديد، مش جديد بس بنصير مركز العاصفة، يعني نهاية الموضوع. يعني فتحت أنا ترابس، توي سويت كوستات وبعض أمور، بس أخلص شوي عشان بنسوي فاست فورورد للسيريس و تم الإكس بي. عندي إكس بي أوكي، فبسوي ترابس وبصير مركز العاصفة ليفل 7 الحين. فلازم نسوي ترابس اساس نزيد ديفنس. شوف ليفل 10 صار عندي الحين. نايس نايس، بسوي لي من هاي الداخل اذا احتجت. هاي الداخل بسويها في الجيم نفسه. انا اصير ماب ليفل 7 تايم، اظن بيكون شوي حفله، شوي يتين، مش شوي شوي يتين، بس يبغالنا تيم مرتب. وباقي لي كم جولد على الهيرو هذا؟ باقي لي صبر، احنا قاعد 500 وخردة، 500 وشوي باقي لي، يعني 500 وشوي نروح فيه انفجر شوي. خلنا ننقع. Expand again. Expand shield from the storm shield console. يوم هذا بيوني ناس، بس اردي انا عندي 2 expansion، اردي 2 expansion عندي. انزين هاش الدفنس اللي عندي، هذا كله احيتهم شغلات طيبة. ويسر واحد انترات، ما عندي شيء ثاني حق دران، يبالي حق دار اشوي، يبالي موت، هاي يبالي موت. اوكي قول رقم واحد، لازم نقوي شوي دفاعاتنا، يعني شوي لازم وايد نقوي دفاعاتنا. بس بصفعهم بكوس الحين ترى. زين يبالي الفليم، ما نبغى هني، هني يبالي الدفنس. خلي ترابس انتهم يجون نحطي احسن. 1 2 3، الثالث وين بيكون؟ ABC هاكلهم عليهم بناء. خلنا نبدا، خلنا نبدا، بس ابى اعدل السقف. تحدون السقف يوم سويناه وما عدلناه، الحين بعدله وبنبدا الليل. قاهرني صراحه شوي، هو قهرني وايد. ما هذا بعد بالغلط حطيته يسار السقف، هذا هو السقف. ايه انا مو بحاط دار، بحط دار وبسوي سقف. بعد
لا هذا صح. ايوه هذا هو السبب الصح. شوفونه صغير. اوكي ما بعد بكسره، خليني اقوم عن نطيح وهذا اقوم. عادي ما حد بيشوف المتحف، بس نبي المنظر العام من فوق. اوكي شكل البيس فرق. هذا لازم يكون بس هذا يصير فيه. هذا هو يا حبيبي بسرعة، خلينا يخلص الابجريد ويلف عليهم لفة، نسوي لهم ابجريد. ولو العب كونستراكتر ترى وايد بيوفر علي موتس، بس مش قاعد العب كونستراكتر. المهم خلنا نبدا. ريكوست فور هيلب. يب بنعرف الدفاع من وين جاي، سوري الهجوم من وين جاي، على اساس نعرف شو نسوي. هيلينج بود، خلينا نحط هيلينج بود هنا. صدر ناقصنا هو بقريد ليش؟ يصير الكتريك فيلد يبغى اسوي سوالف حق سكت فيلد، المفروض اغير شكله الصراحة. في وايد فرق بينهم، بس جميل طالع شكل الكون. لايك الصراحة، قولوا لي تحت في الكومنتات انتم شكل الكون شكل على الاقل بيت شكل شيء.
لا مضبوط، انا اشوفه مضبوط صراحة، ما اعرف لكن اشوفه مضبوط. مضبوط 100%. لحظة هذا مو وين بيوني، لحظة لحظة from the east. Got it. بيوم على منو، على هذا نسين ولا هذا؟ لا على هذا شكله. خلينا نحط الوحش هذا، وحش الوحوش. شوفوا التراب سعيد والله، الله انه نقول ترى هم بيلزقون في الجدار. المفروض انا احط اول شيء هنا، قعد يحاولون يلفون على التراب، ما يصير شيء من بعيد. سلاح سلحتي قرب تخلص ترى. في بعض الترابز عندي ليفل 20، هاي اللي قدام توهم منبلينهم يسوون شغل. From the west، صوب الثاني. ما بس رحت يتخلص. آخر شيء بس رحت يتخلص. From the west. أهم شيء اللي لازم في دارو هنا. هل بيون مهني؟ ما أتصور. مش معنى اني ما اتصور انه ما بيون. خلاص مدمر الدنيا، بروح خلينا نصير سعادة. ما عندي، خلينا نصير ساموراي ستايل شوي. كانت حاط ديفندر فوق، وين صار؟ خليه يغطي على الليكس. أظني صوب الثانية راح الديفندر. تعال
وين صار السنايبر مالي؟ اوف ما عندي سلاح. بسوي سلاح عقب حق ديفندرز لازم. خلص رصاص. سنايبر وين صار؟ يبا سنايب 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 يبا. ما عندي حتى الدرس هذا ما عندي. يعني ما يولى من المكان اللي مش حاط فيه شيء صح؟ يستهبلون. طبعا هم يستهبلون ترى. شو ترابس مسوي؟ شو ترابس غلط انا؟ يا دايركت على المكان ما مسوي فيه ولا شيء. دايركت مرة عليه الرغود. اسميني حطيت راندوم ستوف. اوف فنان الفريز. تعال غندرو حق السلندر دايرك على هذا. كم باقي من سلاحي؟ مستمتعين. في احتمال ينصبين هاي يعني ما في شيء ترى بخير شر ما في.
اصلا احنا نعرف ترى شو يسوون. مدمر الدنيا هذا صديقنا. لحظة ما في الا ان نقصفهم. ما في الا ان نضرب كل اثنين ولا ثلاثة في الطلقة. طيب تعال تعال دورهم كلهم لدروا يمكن ما عليه. بس خلاص 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 خلاص. هو لو يسوي ديفند هني زين. خلنا نسوي سلاحه. نسوي هذا وين الثاني؟ ليش مره نسوي ون شوت؟ شو ناقصني؟ شت كم سيلفر؟ قررت تسوي هذا نحطي افا دوري يا حبيبي. يا حبيبي كم واحد يعني؟ تعال رسمه لا سلاح. شو بيسوي هو؟ نعم حرقة. انزل بالضبط. فهمت شيء؟ هنا احسن لان قاعدين ندافع في التراب. سمي التراب سوى عيسى من شغل. الحين ما اعرف انا قوة التراب من قوة الارضية. يا حبيبي تعال والله ما تشوف اللي استعمل هدفته.
تمشي ولا تربع اليم. كسروا لي ها. أظن قوة ترى من قوة الأرضية. يبغى له ريبير هنا. واحد ثاني يبغى له ريبير. هذا يبغى ريبير. هذا وسخ. لا تنقع. يا حبيبي على الخبصة. لا تنقع. لو نقع مصيبة. كسر للدنيا. لا تنقع. وهنا نحن على دروب كنزنا. خلنا نسوي شوية تعديلات على المكان. تعال بعدك بعدك يا بصر. يا حبيبي يا حبيبي لا كان جيم الصراحة كان شيء خرافي مضبوط صراحة. رقم واحد لوت ليفل 5 لا ما وصل 6 يبغى له وايد ترى لازم تسويهم كلهم فول البناء والسيرت وكل شيء. بس الحين بنكتب شوي زياده من الخريطه اخلص مهمات شوي يعني بيفرق. اربعه اعطوني لاما تالنت بوينت نايس 50 فلوس نايس دكتور نبغى سكيلز تكتبها في الشنة هنا. ايوه كتب في الشارع انلوكس سلوت ان هوم بيسيد انلوكس ذا بروزر سلوت كامينج سون. زين احنا واحد جديد نبغى الحين نقطتين. وين كنا تبغى نقطتين حق فتش منو فتش الايربلين. اوكي سكوادز تعال شوتجار فريز ماجازين سايز باي ليفل 10 بعطي هذا لان ليفل 10 استهلاك اوكي يعني مش استهلاك خرافي. بعد الليفل 10 يستوي شوي لها بعد الليفل 1 بس خلاص ما نبي وولف. اوكي ممتاز لوت تريم الأربعة تقريبين. هاي بعد يستوي ترى تشانس جولد هايل تعرفون. اوب
اعطاني 50 جولد. والله اني ابو الجولد عزب اشتري ذاك الميثك هيرو الصراحة، شكله جامد. وينو بس الجولد والله مش بس سهولة يعني. باك والله انه نص نص يعني. انا بايل كم جولد عندي؟ لازم يصير ستور هناك، بس تعرفون انتو هاي اللي ضايقوني، لازم اشيل اي علامة هني مو دانية. انزين نشوف السلوت ايفنت. يلا ما بقالنا شيء، بقى 300 كم 400 جولد بالنيبة يعني. المهم فتحنا مركز القاعدة، مركز قاعدة العاصفة اقول التم. ليفل كم؟ ليفل 7، اللي هو فتحنا مفروض انه فاتح لنا مجالات جديدة يعني. بنشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.